مزيد من المتابعة ينضم إلي هاتفيا الدكتور محمد فايز، هو مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد أهلا بك، كل التحية. يعني هذا مقترح مصري يأتي في سلسلة إجراءات وجهود طويلة ومكثفة بذلتها مصر على مدار كل الأسابيع الماضية منذ بداية العدوان وحتى اللحظة، حقنا للدماء ربما من قبل. يعني جهود دولية كثيرة لم تفلح كثيرا في وقف هذا حمام الدم، لكن مع الضغوط ومع الضغوط المصرية حدثت هدنة، وحدث كذلك إنفاذ للمساعدات، حدث في وقت من الأوقات تبادل للرهائن أو للأسرى بين الطرفين. يعني ما هو الذي يمكن أن يقدم هذه المرة من خلال المبادرة المصرية؟ نعم، يعني مساء الخير اولا. الحقيقه طبعا يعني انطلاقا من يعني حضرتك يعني اشرت اليه انه كان لدينا خبره فيما يتعلق بالهدنه الانسانيه التي يعني تم تنفيذها خلال الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر، ويعني تم من خلالها استقبال سراح مجموعه من المحتجزين الاسرائيليين لدى الجانب الفصائل الفلسطينيه مقابل اطلاق سراح يعني مجموعه من الاسرى او الاسرى داخل على الجانب لدى الجانب الاسرائيلي، بالاضافه الى ادخال المساعدات الانسانيه ووقف العمليات العسكريه الاسرائيليه داخل القطاع. لكن كان هناك امل بانه يتم مد هذه الهدنه لمدى زمني اطول ينتهي الى وقف اطلاق نار، لكن هذا لم يحدث. وبالإضافة إلى ذلك فإن الواقع الدولي أيضا هو واقع معقد لم يساعد حتى الآن في الوصول إلى وقف الإطلاق النار. في هذا الإطار يعني تأتي الجهود المصرية لطرح تصور أو مقترح تفصيلي ومقترح شامل ينتهي يعني بوقف إطلاق النار، ويبدأ بمراحل يعني ما قبل إطلاق النار سواء الهدنات الإنسانية أو غيرها من الأبعاد. وهذا التصور أو في هذا النوع من المبادرات أو هذا النوع من التصورات يعني تمر بمراحل مختلفة، تبدأ بالاستماع لوجهات النظر الأطراف المختلفة، ثم يلي ذلك وضع تصور أولي يتم عرضه مرة أخرى على الأطراف، ثم تطوير هذا المقترح في ضوء ما يتم الحصول عليه من ردود أو مواقف رسمية من جانب الأطراف المختلفة. إذا كان هذا يصدق على كل الأزمات الدولية أو الإقليمية فهو يصدق بالتأكيد على الحالة الراهنة. الأزمة الحالية هي أزمة أكثر تعقيدا وأكثر خطورة، تتضمن أطرافا عدة، تتضمن يعني أبعادا مختلفة سواء فيما يتعلق بالمحتجزين أو فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو فيما يتعلق بغيرها من القضايا وغيرها من الأبعاد. وبالتالي يأتي في هذا الإطار الجهد المصري لبناء هذا المقترح الكبير الذي يمر بمراحل مختلفة ويتضمن أيضا مجموعة من المراحل، مجموعة بمعنى أن كل مرحلة تقود إلى المرحلة التالية حتى نصل إلى المرحلة الأخيرة المتعلقة بوقف الإطلاق النار. يعني يبدو أنه هذا هو الحديث الواقعي الأكثر واقعية، يعني مرحلة تمضي ثم نفكر في التي بعدها. حتى يعني التصريحات المصرية صادرها رئيس هيئة الاستعلامات أنه لم تتلقى حتى الآن، لم نتلقى ردا على الإطار المقترح، لكن عند تلقي ردود من الأطراف ستتم بلورة المقترح بصورة مفصلة. يعني مسألة التفاصيل ستترك لحينها للترتيبات، كذلك توخي أو مناشدة وسائل الإعلام العالمية المختلفة بضرورة توخي الدقة فيما ينسب لمصر وتصريحاتها ورجوع إلينا مرة أخرى. هل تعتقد أنه الموقف الأمريكي أصبح الآن أكثر تهيئة لأن يتنصل عن الدعم المطلق لإسرائيل، خاصة بعد الفشل العسكري على الأرض من جانب إسرائيل، خاصة مع يعني بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي التي صدرت منذ أسبوعين بضرورة الانتهاء من الأعمال العسكرية في غضون أسبوعين؟ الآن الأمور يعني يبدو الموقف الأمريكي أخذ في التغير مرة أخرى.
يعني في رأي الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا تقف ضد وقف إطلاق نار، لكن هي ربما لم تصل بعد إلى مرحلة يعني إجبار أو فرض وقف إطلاق نار على الجانب الإسرائيلي. بالتأكيد الجانب الإسرائيلي لديه يعني طموحات فيما يتعلق بالأهداف التي طرحها منذ بداية العدوان، لكن في رأيي الموقف الأمريكي شهد تغير كبير، وبالتالي إذا نجحت الجهود المصرية بالفعل في بلورة أو الوصول إلى التصور النهائي التفصيلي فيما يتعلق بهذا الطرح المصري، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف ضد هذا الطرح، بل بالعكس قد تساعد في ذلك. هذا كان لب سؤالي، لأنه الأمور تختلف كثيرا باختلاف الموقف الأمريكي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد فايز، رئيس مركز الأهرام للدراسات أو مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.